بسم الله، هنبدأ مع بعض النهاردة تيب 4 how to add back books. خليني بس ألست عليك الليست اللي احنا شغالين عليها بقينا أكتر من أسبوعين كستيبس، ونشوف خلصنا ايه فاضل لنا منها ايه. أول تيب اتكلمنا عليها adding the internal wiring، وده تمام. drawing drawing الهوم ران، وده الفيديو بتاعه نزل النهاردة الحمد لله. لسه الدايمنشن والبول بوكس هما الموضوعين الجايين ان شاء الله. الهاتش مارك برضو الحمد لله الفيديو بتاعه نزل. الباك بوكس هو دي الستيب بتاعتنا النهارده. تمام، السويتشز برضو نزل الفيديو بتاعها. يبقى احنا فاضل لنا بالظبط كده الباك بوكس ده اللي هنتكلم عليه النهارده، والجانكشن بوكس برضو ان شاء الله الفيديو بتاعه ينزل النهارده. يتبقى انا ان شاء الله على اخر الاسبوع الفيديو بتاع الدايمنشن والسيركت سلامبرينج، وبكده نبقى خلصنا اللايتنج شوب دروينج. انا الحقيقه كنت مصره ان انا انزله على تبات كده صغيره علشان الفيديو اللي بيسمعه ما يكونش حاسس بملل ويخلصه بسرعه ويبقى عنده تشوق ان هو يسمع الفيديو اللي بعده. الحقيقه التب دي صغيره جدا، يعني ممكن الفيديو بتاعها لا يتعدى الخمس دقائق. هي بكل بساطه انا عندي الباك بوكسات. ايه الباك بوكس ده؟ ده الاوتلت اللي بيبقى فوق السقف، سواء كان مدفون او كان ظاهر. طبعا مش كل الاستشاريين بيطلبوا انك تحط الشكل بتاعه، بس انت كمقاول بيبقى مطلوب منك الحصر بتاع الاشكال بتاعه الباك بوكسات. فعلشان كده الليزب ده هيساعدك جدا في انك تبقى حاصر بنسبه 90% الاشكال مظبوطه. خليني الاول افتح معاك الكتالوج بتاع الباك بوكسز ونشوف اشكالها والسايزز بتاعتها بتبقى عامله ازاي، وبعد كده هوريك سريعا ازاي تستخدم الليزب. ده عندي سبميتال مثلا كان للمواسير. طبعا سبميتال للمواسير بيبقى فيه الباك بوكسات وكل ما يخص الفيرست فيكس. يعني ده بيتكلم، ادي الجزء بتاع الراوند بوكسز. اول حاجه بيلست عليا الاشكال بتاعتهم وهفهمها لك. تاني حاجه السايزز بتاعتها بتبقى 20 او 25 على حسب نوع الكوندوت اللي انت مستخدمه، المقاس بتاع الكوندوت اللي انت مستخدمه. طيب ودوت ايه الرقم ده؟ ده بيبقى رقم عدد الوحدات في الكيس. يعني لما سي مثلا هتورد لي انا عايز 20 كيس، كل كيس فيه 20، يبقى لو انا عايز 400 يبقى انا هجيب 20 كيس. طيب ايه الاشكال بتاعتهم؟ دي الوان اند، ده الثرو، تمام. ده الانجل، ده اليو شيب، ده التي شيب، ده الواي شيب، ده الفور واي، ده الاتش شيب. طيب انا زمان لو انا هستخدم، لو انا ماشي بايدي زي مثلا عندي بلان انوار زي ده، وده يعتبر بلان مش كبير، في مشروع مثلا عندي 5 6 ادوار. تخيل بقى ان انا ماشي على كل مخرج عمال اشوف هو محتاج اوتلت شكله عامل ازاي، 90 ولا محتاجه ثرو ولا محتاجه ايه. ماشي بايدي بقى، يعني اسهل حاجه كنت ممكن اعملها ان انا يبقى عندي دايناميك بلوك وبحط منه الاشكال. طبعا ده هياخد منك وقت خزعبلي عشان تخلص بلان بشكل مظبوط. يعني فمعانا التول بتاعت باك بوكس، الصور بتاعها على الكات كلمه باك بوكس، سيلكت بلوك سكيل، بتختار البلوك سكيل واحد. فيها تشويسز نورمال ولا بلس 1. النورمال لو انا مش شغال في سقف عادي، البلس 1 لو انا عندي سقف ساقط فلازم يبقى عندي اوتلت عشان فتحه علشان انزل المخرج بتاعي. فانا هنا شغال نورمال. بيقول لك سيلكت الاوبجكت، خلينا ناخد بلان بس احنا نختار كذا واحده مش معموله بس عشان خاطر يبقى ايه ما ياخدش وقت مننا. هو الحمد لله حط في كله زي مثلا اهي دي مثلا. خلينا ناخد مثلا
اتنين تلاتة كده بالوايرنج بتاعهم، عشان كده هو خد وقت في ال... مثلا انا لو عندي دول اهم، انا عايز اعمل الوايرنج بتاعهم، عايز شكل الباك اكسسوري بتاعهم، امر باك بوكس، سلكت بلوك سكيل نورمال، سلكت اوبجكت، اختار الاوبجكت، حطهم لي بكل بساطة. طبعا انا كان كل ما كان عندي عدد الاوتلتس كبيرة، هتلاقي الليزب بيحمل معاك بياخد وقت اكبر. بعد ما خلصت دي هاجي مثلا انا عايز احصر عدد البلوكات اللي عندي، هعمل امر او خلي الحصر ده سي دي بي، سيلكت اوبجكت بالتيبل مثلا. بص عندي هنا انا قدرت ان انا عن طريق الليزب احدد الباك بوكسات اشكالها واعدادها، ودي كده كانت التيب بتاعه النهارده. اتمنى ان هي تكون كانت سهله وبسيطه، وان شاء الله في نكمل مع بعض باقي السلسله على اخر الاسبوع ان شاء الله. شكرا.